مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من فقه الحياة. ذم الله تعالى اليأس والقنوط في القرآن الكريم واعتبرهما من لوازم الكفر والضلال، فقال تعالى على لسان نبيه يعقوب عليه السلام إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولقد ابتليت الأمة بنكبات كثيرة على مر الدهور والأزمان حتى يومنا هذا. أشد أنواع النكبات التي قد تبتلى بها الأمة أن يتسرب اليأس إلى القلوب وتتفرغ القلوب من الأمل واليقين، وقد يصل الأمر إلى أن يتخلص المرء من حياته. ولقد ظهر في الآونة الأخيرة في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية جريمة تعد من أبشع الجرائم على الإطلاق، وهي جريمة الانتحار بسبب اليأس والقنوط. فاليأس هو القيد الثقيل الذي يمنع صاحبه من حرية الحركة فيقبع في مكانه غير قادر على العمل والاجتهاد لتغيير واقعه. للحديث حول هذا الموضوع تدور حلقة اليوم من فقه الحياة، ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ عباس صالح إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية. برحب بحضرتك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. مشاهدينا بعد الفاصل نلتقي. مشاهدينا الكرام، أجدد لكم التحية، وأجدد التحية أيضا بضيفي في هذه الحلقة من فقه الحياة فضيلة الشيخ عباس صالح إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية. أجدد لك التحية فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. في البداية، ما هو الفرق بين القنوط واليأس وأيهما أشد؟ الحمد لله فارج الهم كاشف الغم، حمدا يليق بجلاله وجماله الذي علمنا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا ربنا صلي وسلم وبارك عليه عدد من صلى عليه، وصلي يا ربنا عليه عدد من لم يصلي عليه، صلي عليه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت. لا تحرمنا يا ربنا منها أجر صلاة واحدة. ربنا اكتب لنا في الدنيا زيارته، اكتب لنا في المنام رؤيته، اكتب لنا ربنا أن نلقاه على الحوض. اللهم شفعه فينا، اللهم اجمعنا به في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصل اللهم وسلم وبارك على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليأس والقنوط. اليأس هو أن ييأس الإنسان أن يفقد الأمل، أن هو يصل أن ما فيش فايدة، أن خلاص كأن الحياة قد انتهت. والقنوط أشد من اليأس. والقعود يعني إيه؟ هو القنوط هو اليأس التام، إن خلاص حتى الرجوع إلى الله لا فائدة فيه، وهو أشد من اليأس. نعم. والأصل قول ربنا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. فالإنسان حين يرى ويقرأ قول الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، فينظر إلى هذا الأمر. اليأس أخو الكفر، اليأس أخو الكفر. ما ينبغي لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن ييأس أبدا. فالأمل هو ما بعث به صلى الله عليه وسلم، كان بساما ضحاكا، كان مبشرا لا منفرا، يأمر أصحابه بالتبشير للخلق، ببث الأمل وبث روح الأمل في قلوب الخلق، ليعرفوا أنه ما من أمر إلا وبيد الملك عز وجل.
يأتي خباب بن الأرت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من سوء ما فعل به، من عذاب يعذب، من ظلم يظلم، فإذا به يقول: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فيقوم صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه ويقول: والله لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم، فيوضع المنشار في مفرق رأسه فينشر نصفين ما دون اللحم والعظم، فلا يحول ذلك بينه وبين دين الله شيئا، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. إن الملك بيد الله الذي علمنا: إن الأرض لله يورثها من يشاء، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أنه يا أمة الإسلام ما ينبغي لكم أن تيأسوا وتنظروا إلى أن الإسلام ضعيف مستضعف، وأن الشر بكل ما يتكتل به ظاهر كأنه غالب منتصر. اعلموا أنه لا تقوم الساعة حتى يعم دين الله في الأرض كلها، بقول حبيبنا النبي: والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فما من بيت حجر أو شجر أو مدر أو وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله، ولكنكم قوم تستعجلون. لكن الإنسان يحتاج إلى إيمان، إلى صلة بالله الرحيم الرحمن، إلى وصل بالله، فيسأل: أما تستوحش؟ أما تشعر بوحشة ووحدة وأنت وحيد؟ وهو يرد: كيف أستوحش وهو يقول: أنا أنيس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. هذا الشعور وهذا الإيمان إن ملأ قلبا أسعده، وإن كان كل الظروف المادية شقاء في شقاء. لماذا؟ لأن الإسلام جاء لعلاج النفس البشرية، جاء لعلاج الألم النفسي الذي وصل إليه الغرب مع كل تقدمه وتقنياته ورفاهيته. أن أكثر الدول الانتحار في العالم الدول الإسكندنافية: السويد، النرويج، الدنمارك. هذه البلاد فيها أكثر دول العالم انتحارا، مع كل التقدم، مع دول فيها أعلى دخل للفرد في العالم. طب نقول إيه إذا نظرنا إلى أن نبينا محمد جاء ليعالج هذا الأمر، جاء ليبني النفوس على الإيمان، حتى قال قائلهم: يبني النفوس، وغيره: يبني القرى، شتان بين قرى وبين نفوسي. بنى نفوسا ما ألمتها الدنيا، وإن كان الألم حواليها، فإذا بمصعب يترك الغنى والرفاهية وكل شيء من أجل الملك ليكون أول سفير في الإسلام، فإذا استشهد في أحد ما وجدوا ما يغطونه به، وإذا بالنبي ينظر إليه ويقول: لقد ما وجدت فتى أنعم ولا أدل عند أبويه منه، ترك ذلك كله لله ورسوله. ثم يقول فيه وفي أمثاله: نزل قول الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا الإيمان النفسي، سلام نفسي، سلام في النفس وسلام مع الكون، إيمان ملأ النفوس فأحياها، نورها بعد ظلام. فإذا بإبراهيم عليه السلام في النار، ويسأله الملك: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ هو في أنس الملك
كيف يحتاج للملك؟ يقول أما لك فلا، وأما له فعلمه بحالي، يغنيه عن سؤالي، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا نوح يصاب بامرأة كافرة، وابنه يعصيه ولا يطيعه، ويكون مع الكافرين، وربنا ينصحه إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وإذا بنوح عليه السلام يطيع ربه بأمره الذي أمر، ويصبر على بلاء الله تعالى له، فيجعله من أولي العزم ومن الخمسة الكبار من الأنبياء بمكانته وبصبره وبعمله الذي هو بين يدي الله تعالى، ويعزه الله ليكون أبا البشرية الثاني. الناظر إلى يعقوب عليه السلام الذي قال يا بني اذهبوا إلى يوسف، الذي قال لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا بسيدنا يعقوب يقول لأولاده هذا الأمر، ويعلمهم أنه وإن ذهب ماء عينيه، حزنا على بنيه، حزنا على ابنه، ما ذهب ماء عينيه، ومع ذلك يرى الأمل في الملك عز وجل، ويرى أنه لا بد وأن يصبر، وأنه لا يقنط من روح الله ولا من رحمة الله، وأنه لا بد وأن يجعل الله تعالى له من أمره فرجا ومخرجا. وكذا إبراهيم لما أمره بذبح ابنه وفلذة كبده أطاع ربه، فنجى الله ولده ورفع الله قدره. وكل الأنبياء على هذا الحال، سيدنا النبي يتمالأ عليه أن يقتلوه أو يخرجوه، وإذا بسيدنا النبي أو أرادوا أن يحبسوه، فإذا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعزه الله ويخرجه الله، ويقول وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ويعز الله من أعز دينه، لأنه أخذ العهد على نفسه إن جندنا لهم الغالبون. فنقول لكل أحد إذا أصابك يأس فانظر إلى الآثار. أصاب رجل يوما يأسا فكان في ضيق شديد، فقال كلمات: أرى الموت لمن أمسى على الذل له أصلح. الموت للي هو أصبح في ذل أراه أصلح له. فسمع هاتفا وما رأى صوتا يقول له: ألا أيها المرء الذي الهم به برح أو برح، إذا ضاق الأمر ففكر في ألم نشرح، فإن العسر مقرون بيسرين فلا تبرح. ولذا من فهم هذا الدين وفهم أنه جاء للسعادة في العاجل والآجل ما أصابه هم ولا غم، لأن أيوب لما أصابه الهم بالمرض قال اركض برجلك، هذه الرجل المريضة أخرج من تحتها الماء فكان دواء له. سيدنا زكريا لما كبرت سنه وضعف عظمه وسأل الله الولد فأعطاه الله وقال وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طب فضيلة الشيخ، يعني ربما أحد المشاهدين يتساءل، هذا حال الأنبياء. نعم. هم لهم وضعية خاصة، لهم مكانة خاصة عند الله، لهم ما يتمنون يستجاب لهم. نعم. لكن ماذا عن عوام الناس، يعني حال عوام الناس؟ فكرة الوصول إلى اليأس ربما تكون الظروف أحيانا قاسية جدا على شخص ما تدفعه إلى هذا الشعور. هذا الشعور يصل إلى الإنسان إن لم يكن معه إيمان يمنعه، لأنه إن فهم وتعلم وعلم، علم أن سيدنا النبي علمنا عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته نعماء شكر فكان خيرا له،
وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعلم أن النبي ما نتكلم عن الأنبياء، لكن النبي لما يدخل إلى واحد من أصحابه يقول له: لما أراك حزينا، تجلس بحزني لكده؟ فقال: ديون لزمتني وهموم أثقلتني يا رسول الله. فإذا بسيدنا النبي قال له: هل أدلك على ما يسد الله به دينك ويفرج الله به همك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فقال: فلزمتها فسدد الله ديني وفرج الله تعالى همي. بل إن سيدنا النبي لما جاء رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله ما فيش أحد من ولادي اسمه عوف بن مالك الأشجعي، يقول مالك ابني كل الناس إما رجعوا من الغزو يعني في سلامة تامة، وإما ماتوا شهداء، إلا ابني لا أعرف هو في الأحياء ولا في الأموات. فدله النبي على لزوم لا حول ولا قوة إلا بالله، فما أذن الفجر إلا وفك ابنه من الأسر وقدم إلى أبيه يسوق أغناما له بين يديه. بل إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علاج الهم لا حول ولا قوة إلا بالله، دواء من 90 داء أقلهم الهم. بل إن سيدنا النبي علمنا دعاء الفرج في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعاء أو كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات 7 ورب الأراضين 7 ورب العرش العظيم. هذه كلمات بها الفرج القريب من الله. بل علمنا صلى الله عليه وسلم دعاء للكرب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يختم الدعاء بقوله: لا إله إلا أصلح فأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. يختم بهذا الدعاء. بل حدث لأناس تجارب عملية في الحياة، أن رجلا قال ركب يوما سفينة، ففي السفينة قال سمعوا هاتفا يقول: من يدفع 10,000 دينار وأعطيه فائدة تنجيه عند الغم والكرب وتنجيه عند الهلاك. فقال: أن أدفعها. فقال: ارمي بها في البحر. فرمى بها في البحر، فقال له قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ساعتها قالوا له: ضحك عليك، رميت بمالك في البحر. قال: والله إني أعتقد أن لها فائدة. فما إن مرت الأيام وهم في البحر إلا هلكت السفينة وما نجا منها إلا هو بهذا الدعاء. فوجد نفسه على جزيرة، فدخل الجزيرة فإذا بفتاة ما أجملها. أنت؟ سألها: من أنت؟ قالت: أنا بنت تاجر كبير بالبصرة. طب إيه؟ حكت له أنها سفينتها غرقت، وجدت نفسها على هذه الجزيرة، وقالت: إن هناك شيطان يأتي من البحر كل 7 أيام يعني يتحسس جسدي ولا يعني يقترب مني أو لا يطأني، فاهرب فإنه قادم، إن موعده الساعة. قال: فأتى فرأيت سوادا كبيرا، فتذكرت قول الرجل فقلت الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال: فتحول إلى نارا ورمادا. فقالت: أنت أرسلك الله إلي. فجمعنا ما بقي من جواهر ثمينة وانتظرنا، فإذا في سفينة أتت فركبنا هذه السفينة وذهبت بها إلى أهلها، فطلبت منهم أن يزوجوني إياها فتزوجتها، وأغناني الله بقول هذه الآية التي علمها لي هذا الرجل. بل إن أحدهم وجد هما وغمًا
تغلب عليه ظالم غلبه ولا يستطيع أن يفعل معه شيئا، فنام من ليلته فوجد من يقول له اقرأ سورة الفيل، إذا أنت آويت إلى فراشك فالبس لباسا طاهرا ونم في مكان طاهر واقرأها. وفي رواية أخرى أنه قال له صلي بها الفجر، قال فقرأت، قال ثم يأتيك في اليوم الثاني في الليلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو في الليالي الوترية من يخبرك بدواء حالك. نعم. فقال أحدهم فقرأتها فدلني الله عز وجل على شفاء مرضي، وقال أحدهم قرأتها وأنا في السجن فدلني الله في المنام على من يكون سببا في إخراجي فأخرجني من رأيته في المنام. ثم قال القاضي التنوخي صاحب كتاب الفرج بعد الشدة، يقول وأنا والله كنت أقرأ في فجري في صلاة الفجر دائما بقول ربنا ألم نشرح لك صدرك، ثم في الآية الثانية أو في الركعة الثانية أقرأ بسورة الفيل، قال فنجاني الله بهما من الهم والغم. نعم. فربنا دلنا في القرآن على أشياء كثيرة تنجي من الغم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأفوض أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذه الآيات كلها ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي مسني الضر. فالواحد يعني لما يصيب ألم يلجأ إلى الله، لما يصيبه شدة يلجأ إلى الله، كرب يلجأ إلى الله، ضيق في نفسه يلجأ إلى الله، يشرح صدره ويزيل همه وينفس كربه إن لجأ إلى الله وعرف كيف وأين يلجأ بين يدي الله عز وجل. بل إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فالواحد لما يدعو ربه الدعاء والقضاء يصطرعان في السماء، فيصرع أحدهما الآخر لاستغفار. الإمام من الأئمة جاءه أحدهم فقال أريد الذرية، فقال استغفر الله. وجاءه أحدهم أريد التوبة، قال استغفر الله. وجاءه ثالث أريد الرزق، فقال استغفر الله. قال نبينا من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ثم علمنا صلى الله عليه وسلم كما قال الله في سورة نوح، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والأحاديث التي وردت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها أفضل العبادة انتظار الفرج، اشتدي أزمة تنفرجي كلما ضاقت واستحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. الناظر للضيق والشدة ينظر إلى الناس وإلى الأقوام من قبله، كم من سوء وضيق فرجه الله، كم من أزمة حلها الله، كم من مريض شفاه الله، كم من فقير أغناه الله، كم من ذليل أعزه الله. فينظر إلى الناس ويعتبر بمن مضى من قبله أنه كلما ضاقت واستحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. كذلك العمل الصالح، العمل الصالح يعني صنائع المعروف تقي مصارع السوء. طب الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فضيلة الشيخ، يعني البعض منا يعني يذهب إلى أنه ليس بهذه الدرجة من القرب من الله، لم يكن حسن التصرف في عباداته، لم يكن حسن التصرف مع الناس، وبالتالي حين يواجه أزمة ربما لا يفكر في اللجوء إلى الله لأنه يخشى من عدم قبول الدعاء لأنه لم يكن على طاعة مثلا. في هذه الحالة هو يصل إلى اليأس لأنه يعلم أنه إذا دعا الله فهو لا يستحق الاستجابة. الله يستجيب له قبل الطائعين، الله تعالى يجيب البعيد قبل القريب، لأنه يريد أن يأتي إليه
ويريد أن يوقفه على بابه، ويريد أن يمتعه بأنواره. والله ما خلقنا ليعذبنا، هو ما خلق الخلق ليعذبهم، فهو غني عن عذابهم أجمعين، لكن أراد أن يقفوا بين يديه، أن ينظروا إلى الأمل في أن الله تعالى أراد إسعادهم حين خلقهم. فلا ييأس من روح الله، لأن هذا علامة من علامات الكفار، فلا يتشبه بهؤلاء الذين ييأسون من رحمة الله. لكن هو إن أعرض عن ذكر الله لا بد وأن يصل إلى هذا الأمر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذه المعيشة الضنك توصله إن كان بعيدا عن مولاه إلى أن يصل بحال من الأحوال إلى هذا الأمر. الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب فأبلى بلاء حسنا فأثنوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فنظروا إليه فإذا هو مصاب، فما تحمل الإصابة فاتكأ بصدره على أسنة سيفه ورمحه فقتل نفسه، فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار بأنه تعجل أجله وكفر بقدر الله الذي أراد له، فإذا به يستعجل موته، فإذا به يموت وقد يئس من الله ويئس من رحمته وقنط وكفر بهذا الأمر بالقدر بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار. طب احنا نقول يا من تريد أن ينجيك الله تعالى، أن ينجيك من كل هذا، رد المظالم لأهله. الرجل الذي أصابه وجع في ذراعه فراح للأطباء ما فيش فايدة، وللي يرقيه ما فيش فايدة، فقال أحدهم أحد العلماء قال لعلك ظلمت إنسانا فدعا عليك. نعم. فرد المظالم لأهلها، ينجيك الله من هذا الكر. فذكر الرجل بعد أيام، بعد أن سب الرجل قال أنا أظلم وأنا أكل الحقوق، فنظر أنه أخذ أرضا من أم أيتام وضرب لها ورق وبناها، والسيدة مسكينة لا تستطيع أن تفعل شيئا معه وتدعو عليه في كل صباح ومساء، فأصابه هذا الوجع. نعم. فقال فذهب فاسترضاها ورد إليها أرضها وأكرمها بعطاء، فإذا بها تدعو له فيشفيه الله تعالى في الحال. الرجل الأعمال اللي كان مريض بالسرطان وخرج سافر ليعمل العملية، وبعدين جاءه فجأة إنه ما يعملش وأن يرجع إلى بلده، في مكتبه نظر جزار مقابل له، فرأى امرأة تلتقط ما يقع من الجزار على الأرض، فنزل سريعا من مكتبه وقال للجزار هذا أجر سنة أعطيها في كل أسبوع ما يكفيها وأولادها، حين تكلم معها. نعم. فدعت الله تعالى له. لما دعت الله تعالى له سافر ليعمل العملية، وهو هناك بيعملوا الإجراءات والتحاليل، فتعجبوا عجبا عظيما، قالوا من صنع لك العملية؟ ما وجدوا داء بدعوة مسكينة له. وهذا أمر متكرر. أحد العلماء لما يقول دخلت بلدا فوجدت الرجل يقلب النار الحامية بيديه، فقلت إن لهذا أمر عجب، حداد يقلب النار قبل أن توضع في الماء وهي محمرة بيديه. فسألته فقال في يوم من الأيام كنت في غنى وفي حال جميل، فجاءتني امرأة وقالت إن لي أنا امرأة شريفة وعندي أيتام وأحتاج إلى أن أطعمهم، وقال قد أصاب الناس وباء وأنا قد أعددت نفسي فعندي كل شيء. فقال فلما نظرت إليها فتنت بجمالها وقلت لها لا أرضى حتى تمكنيني من نفسك، فتركتني ومضت 3 أيام، ولما لم تجد شيئا وكاد الصبية عندها أن يموت جاءتني مجبرة، فقلت بشرطي، قالت لك ذلك، فقالت لكن أغلق الأبواب فلا يرانا أحد، فإذا به يغلق الأبواب، قالت غلقت الأبواب ما نفذت الشرط،
قال كيف؟ غلقت جميع الأبواب لا يرانا أحد. قالت يرانا الله من فوق سبع سماوات. وارتعدت فقلت هذه مع حاجتها وذلها وفقرها تخاف الله، وأنا مع ما أملك لا أخاف الله. فقالت هل تتركني وأدعو لك دعوة؟ قال رق لها فأعطاها. قالت أسأل الله ألا تمسك النار لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال هذا من أثر دعائها أني أقلب النار بيدي، وأسأل الله أن يجيب شطر دعائها الآخر فأحرم على النار في الآخرة. فيا أختنا الكريمة، الهم لا يحتاج إلى نبي ولا يحتاج إلى ولي لكي ينجو من الهم، لكن يحتاج إلى عبد يعرف الباب لربه، يعرف كيف يلجأ إليه، يعرف كيف يحكي له، يعرف كيف يشعر أن الله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، وأن الله لا ينقص من خزائنه عطاء أحد. لو وقف الخلق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل سائل مسألة، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. لو علم ذلك ما أصابه هم أبدا، وقال ما قال عندي هم كبير، ولكن يقول عندي رب كريم عظيم رحيم. نعم. فلجأ إلى باب الملك وسأله بلغة الواثق من ربه عز وجل، حكى له وجعه وهمه. ساعتها يفرج الله هذا الهم ويجيب الله دعاء من صدق في دعوة الله تعالى. نعم. كان أحد الناس أصابه هم، قال فتذكرت أمن يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء، فرفعت يدي إليه وقلت يا رب أنا مضطر وأنت الذي تجيب دعاء المضطر في الظلم. قال ففرج الله عني كربي وأزال الله تعالى هم. نعم. الأمور ببساطة تحتاج إلى واحد يعرف الباب. الرجل المدين الذي كان له دين عند جميع الناس وقال أنا كل يوم واحد يخبط على الباب أنا عاوز واحد بس، فذهب إلى غني فاقترض جميع المال وسدهم جميعا وقال لك علي أن أسدد في الوقت الفلاني، ولكنه لم يستطع. فجاءه قال أشكوك للقاضي. الرجل لما أوقف أمام القاضي قال انظرني يوما واحدا، خليني أرجع لأولادي النهاردة بس. قال ومن يضمنك؟ قال يضمنني رسول الله. قال كيف ذلك؟ قال إذا أنا لم أهتيك جئنا في يوم القيامة فقل لرسول الله إن رجلا من أمتك عاهد بك ثم غدر. فرق له وتركه. لما ذهب إلى زوجه وأراد أن ينام بعد أن رتب أموره قالت بل يجب عليك أن تشكر من كان سببا في رجوعك لنا الليلة. فقال كيف ذلك؟ قالت نصلي على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى. فجلس يصليان حتى أصابهما النوم، فلما نام وجد في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب إلى الوالي الفلاني فإنه رجل صالح، وقل له يأمرك رسول الله أن تسدد ديني، فإن سألك عن العلامة فقل له أنت تصلي على سيدنا النبي في كل يوم ألفا، واليوم لم تكملها فأكملها لك رسول الله. الرجل قبل رأسه وأعطاه ماله وأعطاه 300 دينار زيادة وهدية على أن بشره برؤية رسول الله. فذهب إلى القاضي في المحكمة فترك منصة القضاء وقام واحتضن وقال هذه 200 مني لك هدية بسببك أيها الرجل المبارك، رأيت رسول الله في المنام يقول إن ضمنته في الدنيا ضمناك يوم القيامة فدينك علي. ثم جاء الرجل صاحب المال فقال أنا أعفو عنك بسببك رأيت رسول الله وأعطيك 150 مني لك هدية. قال لي رسول الله إن عفوت عنه في الدنيا عفونا عنك يوم القيامة. فالموضوع محتاج حتى وإن كنت عاصي اصطلح مع الله. نعم. طب فضيلة الشيخ، يعني البعض يدعو ولكن لا يستجاب له أو هكذا يظن. ربنا علمنا على يد حبيبنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ما من شيء يدعو ربه إلا كان له إحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته استجابة في الدنيا في الحال، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها، أو أن يرفع في يوم القيامة في المكانة والميزان عند الله عز وجل. فاختر ما شئت، ما منعك إلا ليعطيك،
ما أخر الإجابة عنك إلا ليسمع صوتك حين تطلب منه وتلح عليه فهو يحبك. واعلم أنه إن ابتلاك وضيق عليك وأصابك وجع وهم أن سيدنا النبي علمنا أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. ثم علمنا صلى الله عليه وسلم إن الله يبتلي العبد حتى يسير على الأرض وليس عليه ذنب، إذا جاء يوم القيامة كان تقيا نقيا طاهرا ذا صفحة بيضاء نقية لا ذنب عليه. فهذا يجعل الذي يعيش الابتلاء يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتمنى أهل البلاء في الآخرة أن لو قرضوا بالمقاريط في الدنيا لما هم فيه من الأجر، لما هم فيه من المكانة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، يتمنى أنه كان يعني عوقب بأشد مما هو فيه. فالإنسان يرضى بقضاء الله ويصبر على بلاء الله وينظر هل يرضيك يا رب، ما يرضيك يرضيني، لا أرضى حتى ترضى. ولذلك الإنسان حين ينظر إلى هذه الدنيا ما يجد أحد في الدنيا هذه بلا هم. فيش حد ولكن بلا هم. ربما الظلم يكون من أشد أنواع الابتلاء فضيلة الشيخ، يعني بعض الطلاب يجد مثلا أنه طالب مجتهد جدا يستحق المركز الأول ليتم تعيينه في الكلية مثلا، ولكن يتم تعيين من هو أقل منه لقرابة مع مسؤول أو العميد أو أحد الأساتذة. في هذه الحالة بيصاب الشخص بحالة من الإحساس بالظلم. كيف يواجه هذا وكيف يخرج من هذه الحالة التي ربما تدفعه إلى اليأس فيما هو قادر؟ أولا لا يضيع حق وراءه مطالب، وقد رأينا بأم أعيننا أناسا ظلموا هذا الظلم وأصروا على حقهم ونالوه بتعب، نعم بتعب، بشيء من الإرهاق والجهد والبذل، لكن لا يضيع حق وراءه مطالب. ثم الثانية، أحد الناس في القديم وجد رجلا ضعيفا، وجد رجلا قويا ذا سطوة وجاه ومكانة يضربه ويظلمه، فآلمه ذلك، وآلمه أنه حتى لم يستطع الدفاع عنه، فرفع يديه إلى السماء وقال حلمك على الظالمين أضر بالمظلومين. فرجع فنام من ليلته فوجد المظلوم يتنعم في جنات النعيم، وسمع هاتفا يقول حلمي على الظالمين أسكن المظلومين جنات النعيم. فما أجملها من مكانة عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. يكفي أن سيدنا النبي علمنا أنه يؤتى بأتعس أهل الدنيا وأشقاها من صاحب الهم والغم والكرب وضيق النفس في الدنيا فيغمسه في الجنة غمسة واحدة، فيسأله مولاه وربه هل ذقت شقاء قط، فيقول وربي ما ذقت شقاء قط. ويؤتى بأنعامها المرفه الذي هو من أهل النار فيغمسه في النار غمسة، فيسأله ربه هل ذقت نعيما قط، فيقول وربي ما ذقت نعيما قط، فيقولون فغمسة في الجنة أنست كل بلاء، وغمسة في النار أنست كل نعيم. فلذا علمنا رسول الله أنه ما من مسلم يصيبه هم أو غم فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بنور وجهك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور وجهي وأن تفرج به همي إلى آخر الحديث المشهور، إلا فرج الله همه، إنه يقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا، ويدعو بهذا الدعاء المشهور وتفريج الهموم، إلا فرج الله همه وكربه. سيدنا النبي وضح لنا لكل الخلق في أكثر من موقف وأكثر من مشاهدة مع سيدنا رسول الله كيف تفرج الهموم، لكن ينبغي لنا أن نعرف كيف نقف بالباب
نعم فضيلة الشيخ، النكبة التي كنت أتحدث عنها في مقدمة هذه الحلقة هي انتشار الانتحار في بعض بلداننا الإسلامية والعربية. نعم. كيف يمكن مواجهة هذه الحالة من الشباب الصغير، يعني من حديث السن؟ أولا ينبغي للأسر أن تقوم بدورها فتربي أولادها على الإيمان وعلى ربط أولادهم بالله الرحيم الرحمن. لما يكون الناس عايشين في البيت في شركة، لا أحد يعرف عن أحد شيئا، الولد أصحابه في المدرسة يعرفون عنه أكثر ما يعرف عنه والديه، وأكثر ما يعرف عنه إخوته، فهذا أمر يعني لا يليق. لكن ينبغي أن تجمع البيت طاعة، قرب من الله، معرفة بأن الله قال عن رجل قتل نفسه تعجل قدر الله فقال حرمت عليه الجنة كما في الحديث. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب السم تحس السم فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا، من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا، وأنه من صعد إلى أعلى جبل فرمى نفسه فهو يرمي نفسه في جهنم خالدا مخلدا. نقول يا أمتنا في كل مكان، علموا أولادكم أن هذا اعتراض على قدر الله، اعتراض على عطاء الله، فلا ينبغي للمؤمن الذي يعرف ربه أن يصل إلى هذا الأمر. ما وصل إليه إلا أنه يعيش في بعد عن الله، ولو كان في قرب، لا لو ذاق رحمته، لو ذاق قربه، لو ذاق أنواره لغمرت جسده وقلبه وفؤاده، فما رأى هما في الدنيا إلا ونظر أنه فيه مأجور. لكن لما يغيب عن الحياة الإيمانية هذه، لما تغيب عن الإنسان يعيش في مادية، وإن عاش في مادية فهو في شقاء لا يزيله شيء في الحياة إلا أن يعرف باب ربه عز وجل. لكن العلماء قالوا إن هو عاصي، وأن هذه المعصية كبيرة من أكبر الكبائر، حين يقتل نفسه ويتعدى على شيء اختص الله به لنفسه، اختصه لنفسه عز وجل. إن الإنسان يموت إذا قضى أجله، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فهذا أمر اختص الله به نفسه، فلا ينبغي للمرء أن يعتدي على الله فيما اختص به نفسه عز وجل. الأمر الثاني أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كالمسلمين، وأمره موكول إلى ربه، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. لكن ينبغي للأمة اليوم في الإعلام وعلى الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كل الناس عمالين يبرروا. احنا عقلا نقول ان مفيش انسان سليم العقل يصل الى ان يقتل نفسه، لان الروح غالية، وكل الناس يعني يريد النجاة لنفسه، وان لو ان انسان والفطرة تدفع الانسان الى حماية النفس. نعم، فنقول ان ما فيش انسان سليم معافى صحيح العقل يفعل بنفسه هكذا. وان اللي يصل الى هذه الدرجة اما ان يكون مريض نفسي فامره موكول الى ربي، احنا ما نعرفش، لكن بحسن الظن نقول لعله مريض، فامره موكول الى ربي ونحن نحسن الظن بالله. لكن ما ينبغي ان تكون هذه يعني ابتكار ومناداه، وان يكون دعوة لكل الشباب ان الامر بسيط وسهل، مش هتحس بيه، هيكون زي شكة الدبوس ويلا هيا بنا ننتحره، كلام فاضي. الاصل في الامر ان نخوف الشباب، ان كلمنا اهله بصفة خاصة ان نصبرهم بالله، وان نعلمهم ان يحسنوا الظن بمولاهم عز وجل، وان يعلموا انه لعله يعني في لحظة ما وصل اليه يكون قد اصابه مرض أو ذهب عقله، والله أعلم به يحاسبه. لكن لا نعطي مبررا للشباب، أن يأتي شاب فيقول ده الانتحار ده شيء عادي، لكن إن لا يصلي عليهم فما صلى رسول الله على منتحر أبدا. رسول الله ما صلى على منتحر أبدا. فقال العلماء والفقهاء
يصلي عليه الناس ولا يصلي عليه وجهاؤهم وكبراؤهم. نعم. ولا يصلي عليه المشاهير من العلماء ومن فقهاء، حتى يكون أدب. نعم. لمن يفكر أو تسول له نفسه أن يفعل بنفسه هذه الأفاعيل. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى عليه. نعم. لكن ورد بحسن الظن اللي بخلينا بنقول أمره موكول إلى ربه، أن رجلا ممن هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض وتعب فأصابه الهم والغم فقتل نفسه، فقال أحدهم رأيته يا رسول الله في المنام في ثوب حسن وفي حالة حسن، فسألته ما فعل الله تعالى بك؟ قال عفى الله عني لهجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكن ما لي أرى، يعني هو قطع يده حتى مات. نعم. فقال لكني أرى يدك على حالها مريضة. قال قال الله لي لا نصلح لك ما أفسدت. نعم. حتى أنها كما هي لأنك أفسدتها اعتراضا، فعوقب بين يدي مولاه إن هو يتن على حاله. فنقول إن الله لو عاملهم بعدله لا جعلهم في نار جهنم يجأون بطونهم ويتحسون السم، يحتسون السم ويرمون بأنفسهم، ولو عاملهم بفضله لعفى عنهم، والله أرحم الراحمين ورب العالمين. لكن ينبغي أن نشد في الأمر على شبابنا وأن نعلمهم أن هذا ذنب عظيم كبير، لا ينبغي الجرأة، لا ينبغي أن يتجرأ مسلم على مولاه يعني يستعجل قدر الله قبل ميعاده حتى يكون من أهل الإيمان. أسأل الله تعالى أن ينجي بلادنا وأن ينجي شبابنا وأن ينجي أمتنا، ونقول له إن على مدار تاريخ الإسلام مر أزماء أوقات على المسلمين، قال فيها الناس الإسلام ما فيش فايدة خلاص، المسجد الأقصى لا يصلى فيه 91 عام، البيت الحرام الكعبة الحجر الأسعد يأخذه أبو طاهر من القرامطة 21 عام أو قالوا 23 عام من مكانه، ويقتل المصلين ويقول في البيت الحرام أين الطير الأبابيل أين وأين، كأنه يتحدى الملك عز وجل. ومع ذلك انتهت هذه الأوقات ومضى على الناس زمان قالوا إن الإسلام لا تقوم له قائمة، فجاء وبعد 100 سنة كان الإسلام أقوى، حتى قال الناس إن هذا الإسلام لا يستطيع أحد أن يواجهه. الإسلام نفسه جسد يمرض لكنه لا يموت. والمسلمون على كل واحد منهم أنه إذا أصابه هم أو يأس أو كرب أن يلجأ إلى مولاه ويفعل الدواء الذي علمه لنا سيدنا رسول الله، ساعتها ينجيه الله من كل كرب ومن كل هم. أسأل الله النجاة لنا ولكم ولشبابنا ولبلادنا وللمسلمين في المشارق والمغارب يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أشكرك فضيلة الشيخ عباس صالح إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية على هذا اللقاء. الله يعزكم يا رب وتقبل منا. آمين يا رب العالمين. أشكركم أيضا مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.